حياكم الله، أهلا وسهلا من جديد. ولازلنا نواصل في ميدان التحرير وفرصة التغيير ومدرب التطوير. رمضان هذا الشهر المبارك الذي يعلمنا مهارات الحياة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن القراءة إحدى أهم المهارات للنجاح، ولذلك يقول فيليس مندل، يقول راقبت الناجحين فوجدت المهارة التي تجمعهم أنهم كلهم يقرؤون. ولذلك يعلق ويقول الدكتور عبد الكريم بكار عبارة، يقول لا فرق عندي بين متعلم لا يقرأ وبين جاهل أمي. الكثير الآن عزفوا عن القراءة، الكثير من البيوت التي قد لا تجد فيها مكتبة إلا الكتب المدرسية. إذن فلنهتم بالقراءة ولنتعلم هذه المهارة المهمة في حياتنا. وهذه المهارة الكثير يريد أن يتعلمها لكن دائما يقف بعد مراحل قصيرة، يبدأ في الكتاب وبعد صفحات يجد نفسه مرت عليه أيام وقد توقف، فيدخله الملل والإحباط. الكثير يظن أن القراءة شيء ممل، ولكن عندما تراقب عشاق القراءة الذين انتقلوا إلى هذه الدائرة المهمة، دائرة راحتهم، يجدون القراءة سببا من أسباب ثقتهم في أنفسهم وسببا لنجاحهم. ونحن نتحدث عن القراءة، أوصيكم في استجلاب هذه المهارة. أولا أن تكتشفوا ميولكم ورغباتكم فيما تقرؤون، ثم تبحثون عن كتب الرواد في هذا المجال وفي هذا الميول، وتستشيروهم في الكتب التي تبدأون بها. الأمر الثاني لمن يريد القراءة ويتعلم هذه المهارة أن يقسم في قراءته بين تخصصه 50% وأيضا بين مهاراته وميوله أو العلوم الأخرى. أيضا من يريد أن ينمي مهارة القراءة لديه يجب أن يتعلم أيضا مهارة التدرج في هذا الأمر. مرحلة مرحلة يبدأ بالكتب الصغيرة مرحلة أولى حتى ينهي الكتاب، ثم الذي حتى تتعود نفسه على أنه يقرأ الكتب. أيضا استغلال الأوقات الميتة، الأوقات المملة، عندما تكون في مكان انتظار، صالة انتظار للطبيب، أو في سفر طويل، يكون معك كتابك الذي تحبه وميولك الذي تقرأ فيه، وتستلهم هذا المعنى الجميل، مهارة القراءة التي تملأنا ثقة وثقافة. أيضا من الأمور المهمة ونحن نقرأ دائما أن نشعر أنفسنا بهذه الإيجابية وما تصنعه في حياتنا، ثم نخالط الإيجابيين. إذن نبحث عن محبي القراءة الذين عشقوا القراءة والكتب تحيط بهم من كل جانب، ونحاول أن نتواصل معهم ونتبادل معهم هذه المهارة الجميلة. فهم أحيانا يوصونك كيف بدأوا وكيف انتقلوا، فتبدأ تعيش مراحلهم. ومن يصر على أن يواصل الحياة بعيدا عن هذه المهارة الجميلة، أقول إن من الأمانة أن نوجد هذه البيئة، المكتبة، الكتب المشوقة لأطفالنا في بيوتنا، مكتبة الأطفال، نعود أطفالنا على أن يستدركوا ما فاتنا نحن. فعودوا أطفالكم على القراءة. كتاب جميل اسمه طفل يقرأ للدكتور عبد الكريم بكار، فيه مهارات نشجع فيها أطفالنا وكيف ننقلهم إلى هذه المهارة. القراءة أيها الأحبة هي تجوال ورحلة في عقول الآخرين. القراءة هي خير جليس وخير معين. فاملأوا أوقاتكم بالقراءة الإيجابية كما علمنا رمضان وعشنا مع القرآن. فلننتقل بعد رمضان إلى هذه المرحلة في مهارة القراءة. دامت أوقاتكم عامرة بالفائدة والمتعة، وكل ليلة وأنتم إلى الله أقرب. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.